مساء الخير واهلا بكم. اتمنى في المتابعين والمشاهدين للبرنامج في الحلقه دي ان هم يشوفوا على وجه الخصوص اول صوره واول فقره في هذه الحلقه، اعتقد ان هي ممكن تمثل صدمه لكل اللي هيشوفها وكل اللي هيسمعها، رساله تحذيريه لكل اسره، لكل ام ولكل اب. يعني نتابع اول فقره واول صوره من صور حلقه النهارده، نشوف الصور اللي المفروض تكون موجوده في هذه الحلقه. الصوره الاولى للدكتور خالد عبد العزيز، هيكون معانا وهنتكلم في فقره مهمه جدا عن دور الالياف الطبيعيه في انقاص الوزن بشكل صحي وامن، اعتقد ان هي فقره هتهم ناس كثيره جدا. الصوره الثانيه اللي هتكون موجوده معانا صوره لشركه من الشركات العقاريه المهمه جدا نيكست هوم، اللي قدرت ان هي تستمر في ظل ازمه كورونا وتكون موجوده بشكل مختلف، وان هي تكون موجوده بشكل قوي وتسلم الوحدات وتتعامل مع أزمة كورونا بشكل احترافي وبشكل مهني وتستمر قوية وموجودة بشكل مختلف في سوق العقاري. أعتقد أن هي ممكن تكون فقرة تهم أيضا ناس كثيرة جدا من المهتمين بسوق العقاري. بالنسبة للصورة الأولى اللي احنا هنشوفها في حلقة النهاردة اللي قلت لكم عليها في البداية، صورة اللي هي ممكن تكون صادمة لكل اللي هيشوفها، أنا عايز أقول بس قبل ما نعرضها ما تعرضوهاش دلوقتي، إن إحنا كبرنامج مش طرف في الموضوع، مش طرف ضد طرف، ومش مع طرف ضد طرف آخر، ولا نملك الحق في تصديق طرف أو تكذيب طرف آخر. إحنا مجرد رسالة أو وسيلة هنوصل بيها رسالة لكل الأسر، لكل المجتمع، لكل النساء، لكل السيدات. السيدة الفاضلة اللي هتكون معانا في هذه الفقرة هتحكي المشكلة اللي هي واقعة فيها. لها كل الحق في ان هي تحكي اللي هي شايفاه او موقفها او تدافع عن نفسها، لكن احنا مش طرف. طبعا الطرف الاخر احنا مش هنجيب سيرته باي شكل من الاشكال او اي علامه او اي يعني معلومه ممكن تدل على شخصه، ولكن هو اذا اراد ان هو يظهر نفسه ويعلم عن نفسه ويكون له مساحه في الرد على مقالته، طبعا البرنامج متاح ومستعد لاستضافته او مداخله ايا كان الطريقه اللي هو عايزها. لكن احنا مش طرف، دي حاجه انا حابه ان انا اوضحها. لما رحنا نسمع مشكله الاستاذه بدور اللي هتكون معانا بعد لحظات، انا تخيلت ان المشكله مشكله اثبات نسب، المشكله مشكله سيده واقعه في ورطه زي ما هي قالت، لكن لقيت ان المشكله اكبر من ده بكتير. مشكله تكمن في الصوره دي اللي احنا هنشوفها دلوقتي. الصوره اللي احنا هنشوفها دلوقتي تبدو صوره عادية جدا بنشوفها كتير جدا بتمر علينا، موجودة صورة وثيقة زواج، تبدو عادية، الصورة أو الشكل الطبيعي التقليدي لوثيقة الزواج، اسم الزوج واسم الزوجة، صورة الزوج صورة الزوجة، ختم المأذون اللي موجود والتفاصيل اللي موجودة في أي وثيقة زواج عادية. خلوا بالكم إن الصورة اللي هي كده تبدو عادية وطبيعية، هذه الوثيقة قد تكون مزورة، هذه الوثيقة قد تكون مزورة. الحكاية بدأت إن السيدة الفاضلة اللي هتكون معانا يعني اتجوزت وبعد ما قعدت سنة حصل مشاكل، اضطرت إن هي عايزة ترفع قضية طلاق، عايزة ترفع قضية نفقة بعد سنة وإنجابها البنت. راحت علشان ترفع قضية الطلاق بتقدم الوثيقة، قالوا لها الوثيقة دي مزورة، مفيش مأذون بالاسم ده، المأذون ده بيزور الوثائق دي. تتخيل وضعك بعد سنة من الجواز وهي حاسبة انها متجوزة، ده لو حصل ان فعلا الوثيقة مزورة، انا بتكلم على نقلا عن كلامها، لو حدث ان هذه الوثيقة مزورة يبقى واحدة قاعدة بقالها سنة متخيلة انها متجوزة ومخلفة على سنة الله ورسوله وفي النهاية تبقى وثيقة الزواج مزورة، كارثة. المفروض نعمل ايه؟ هل يمكن تزوير وثيقة الزواج؟ كيف يمكن التأكد من وثيقة الزواج؟ المفروض المأذون مين اللي يجيبه؟ المفروض احنا كأي أسرة بعد ما نعمل وثيقة الزواج نروح نتحقق منها؟ يعني أسئلة كثيرة جدا، قضية شائكة جدا وحساسة وصادمة. نسمع تفاصيلها ونشوف صورها، وبعد ما هنسمع تفاصيل ونشوف الصور هيكون معانا مداخله هاتفيه مع
رئيس صندوق المقدونين الشرعيين اللي هيكلمنا عن شرعية هذا الزواج وحقيقة وإمكانية تزوير وثيقة الزواج. نشوف. اتصلت بيه قلت له انا ولدت البنت، تعالى حلل لها النهارده. لقيت البواب بيطلع لي هدومي حضرتك في شنط بلاستيك بتاعه الديبان، ولا يعرف حاجه عن بنته ولا حتى شم ريحتها. فين الرحمه بتاعه ربنا؟ ازيك يا بدور، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ احنا عايزين نعرف الحكايه من البدايه. انا في البدايه مطلقه ومعايا اولاد وكنت بشتغل وببيع هدوم عن طريق بعد الطلاق. بعد الطلاق على طول. واستمرت الموضوع ده اكتر من 3 سنين ونص عشان اعني اولادي واربيهم. كنت بنزل لها عايزه مني قطعه قطعتين، اروح لغايه عندها البيت اقدهم لها واكمل بعد كده بقيت يومي. ظهر لي زوجي الاخير دوت. طبعا لما شافني في الوضع دوت قال لي انت بنت ناس. ظهر لك ازاي؟ تعرفتي عليه ازاي؟ ظهر لي عن طريق معايا ناس معرفته راح اوديهم لي يعني مكان ما هو موجود. فهو شافني وانا معايا الناس. طبعا قال لي انت حضرتك ازاي شغاله؟ قلت له عشان اكل اولادي واصرف على اولادي، انا ما فيش معايا يعني مؤهل عالي. فقال لي لا انت شكلك ابن ناس وما ينفعش انت تبهدلي نفسك. انا هتجوزك من اول مره. لا طبعا مش من اول مره. هو طبعا قعدتوا فتره كده. طبعا هو شافني وتعرف عليا وحصل تواصل بقى ما بيني وما بينه وراح يعني عارف انت فين اختي. قلت له انا اختي مثلا رقمها كذا. راح قال لي اديني رقمها على طول انا هتواصل معاها. انت عندك كم اخت وكم اخ ولد؟ انا عندي 4 بنات وعندي ولدين بس هم يعني في حالهم واحنا في حالنا. اخدت فتره قد ايه لغايه ما خد قرار ان هو يروح لاختك؟ مفيش شهر. هو حاول او شهرين حاول يكلمني كذا مره، حاول يتعرف عليا، حاول يعني مثلا يقابلني يتواصل معايا. لا مفيش اي استجابه خالص. وخلال الفتره دي شهرين لما طلب منك اكتر من مره انكم تخرجوا مع بعض او تتقابلوا على طول كنت بترفضي؟ على طول كنت بقول ما خرجتيش معاه ولا مره؟ لا خالص 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 خالص. لما طلب منك بقى رقم تليفون اختي. اختي بقى تواصلت معي كلمته، قعد بقى يشرح لها ويكلمها انا عايش اختك يعني عيشه كويسه، انا متجوز 2 واختك هتبقى الثالثه. متجوز 2؟ انت كنت عارفه ان هو متجوز 2؟ ما انا عرفت بقى يعني كل المكالمات التليفونيه اللي كانت بينكم ما قالكيش ان هو طبعا متجوز. لا طبعا. رد اختي كان ايه؟ رد اختي طبعا علي ان كل اخواتي ستات بيوت وكل اخواتي برضو يعني عايشين في بيوتهم. فاختي كلمتني يعني في الحته اللي هي يعني عندك 40 سنه قربتي يعني تكبري. فوافقت من الناحيه بقى ديت. انا وافقت وشفت ان هو راجل مميز. مميز في ايه بقى؟ ان هو هيراعي فيا ربنا زي بيوتي. عرفتي من ان هو هيراعي فيك ربنا؟ من افعاله. زي ايه مثلا؟ يعني لما ابتدينا نرتبط سوا لما كان بيجيب لي بيته ده حاجه كان يقول لي هاتي البيت ده زي بيتي ده. يعني ايه لما ابتداتوا ترتبطوا بمعنى ايه؟ اللي هو بقى خلاص بمعنى ان انا خلاص وافقت. ابتدينا نزلنا اشترينا الشبكه. وابتدى بقى خلاص في ارتباط بقى وابتدى بنجهز في الشقه. ما احنا برده ما اتجوزناش في يوم وليله. احنا خدنا لنا حوالي 3 أشهر 4 أشهر في الحدود دي. عقبال ايه جبتوا ايه بقى؟ جبت شقه يعني من كل حاجه. جبتلك شقه؟ لا هي شقه قانون جديد. تمام. روحتي شفتي الشقه عجبتك؟ روحتي شفتي الشقه عجبتني، جهز لي الشقه من كل اكملها. يعني جواز طبيعي تقليدي؟ ما كنتش شاكه في اي حاجه؟ لا خالص. قعدت اكتر من شهر مستنيه اوضه النوم والانتريه والسفره بيكملوا لان احنا طلبناهم يعني عموله، يتعملوا عموله يعني حاجه للعمر. طب العفش ده انت شاريه؟ اخواتي اخواتي مساعديني فيه. من امتى؟ يعني مثلا من 2 سنين. بعد ما جبتوا الحاجات دي كلها اتجوزتوا؟ اتجوزنا طبعا. وقت الجواز بقى اتجوزتوا ازاي؟ يعني عملنا فرح عائلي. فين بقى كان مكانك؟ كان هنا في الشقه بتاعتك.
الاربعه البنات وانا وهو وتلاته جايبهم معاه على انه دول قرايبه ومعارفه، بس ايه يعني إيه عشان الموضوع برضو عشان بيوتي للسريه، انا ايه محدش هيعرف من اهلي ومحدش هيعرف عشان ايه بيوتي ما تتخربش. انت رديكي بيوتي يتخربوا؟ ثواني، يعني هما مراتاته الاثنين ما فيش واحده عارفه ان هو متجوز عليها التانيه؟ لا لا، الاثنين عارفين بعض حضرتك، انت بس أنا المشكله بس فيكي يعني هو بس يعني، لكن كل واحده عارفه ان هو متجوز عليها واحده افتكرت بتقولي عليا. لا لكن ما يعرفوش انت، لكن انت المشكله، لكن لا هما الاثنين عارفين وكل عارفين واحد بعض منهم. وبيروحوا لبعض واولاد بعض وكل حاجه. طيب هو بيقول لك الموضوع بيتوتي كده ومش عايز يقول لحد، مش عايز يقول لوالده او والدته؟ لا هو والده ووالدته متوفيين يعني، هو قال لي عرفت باخويا بعدين والحاجه اخته، وطبعا كنت بتواصل معاها طريق التليفون بس لكن عمري ما شفتها. مش لغايه شفتها؟ دلوقتي ما شفتيهاش لا خالص طبعا بقى، حد لان كان ما كانش لا يعني فيه. ما فيش مره كلمتيها في التليفون عزمتك انك تروحي لها، انت عزمتيها انها تجيلك؟ لا لا مش حاجه خالص، غريبه زي ولا لا مش حاجه غريبه، بس اللي هو يعني ايه، هو عنده بيوت فمش فاضي. هنيجي للموضوع ده، بس هرجع تاني ليوم الفرح. انت جيتي هنا في الشقه اللي احنا قاعدين فيها، جايبه معاكي اخواتك البنات، وهو جايب شهود قال ان هو قرايبه. سالتيه هما مين قرايبك، ولاد عمك ولاد خالك؟ سالتيه؟ طبعا سألته، قال لي قرايبي وهم عارفين عني كل حاجة، واتنين منهم شغالين معايا في المصنع. شهود عقد الزواج كانوا من طرفه الاثنين، هو صح ان يكون شاهد من طرف الزوج وشاهد من طرف الزوج، ليه ما جبتيش شاهد من طرفك؟ والله انا يعني ماليش حد، ليه ما فكرتيش ان يكون زوج من ازواج اخواتك مثلا شاهد؟ والله برضو برضو للسرية عشان اخواتي ما يحصل لهمش ضرر، او كل بس هم واحدة حاضرين، اخواتك حاضرين اخواتي حاضرين وكل بس حاجة، ما بس قالوش لزواجهم. يعني مش عايزين يدخلوا ازواجهم عشان ما ليه فيش. تعمليش حاجة غلط؟ تتجوزي معلش على سنة ايه معلش داخلة؟ بقى، ما عشان انا زوجة يعني المرة التانية ومطلقة واتجوزت تاني، وانتوا جوزتوها مين وده مين انت عايشة طول عمرك هنا في القاهرة يا بدور صح؟ طبعا. عايزة اقول لك معلش، انا بس بسألك الأسئلة اللي أي حد هيسمعنا هيسألها يعني. فأنت في مجتمع مش منغلق، في مش في مجتمع ريفي، مش في مجتمع بيرفض إن الست تتجوز مرة واتنين وتلاتة، فأنت مش عاملة أي حاجة غلط. يعني إيه اللي مضايقك واحدة متجوزة على سنة الله ورسوله؟ إيه الغلط؟ إيه اللي يخليه إخواتك ما يرضوش يقولوا لجوازهم يبقى الموضوع بالسرية دي؟ هو مش بالسرية، هم قالوا خلاص أختي ربنا كرمها بحد كويس جدا جدا جدا، إحنا نتجوزها مش هتتقابلوا في مناسبات وتضطري انك تيجي ويكون معاكي ما هو زوجك؟ رافض حضرتك عشان بيوته. لا مناسبات مع اخواتك، إخواتي بس، لكن هو رافض الموضوع يتعرف ما انا أكتر فاهمه، من ما كده. انا فاهمه. مع اخواتك مع إخواتي مش لكن أكتر هتضطروا، من مش كده لا. هيضطروا ان انتوا تبقوا في لقاءات فانت إخواتك يجولنا لكن انا مش عايز اظهر قوي عشان السريه عشان بيوتي. ولغايه ما اتطلقتي لغايه دلوقتي اخواتك ما قالوش لجوازهم ان انت كنت متجوزه؟ لا اخواتي طبعا في اللي قالوا وفي اللي عرفوا طبعا، وفي اللي عرفوا كانوا عارفين، بس كانوا ايه عارفين من الاول وكل حاجه، واختي جايه وقايله لجوزها خلاص روحي وربنا يكرم اختك، وادام انتوا شايفين الراجل ده كويس خلاص الله يسهل لها والله يسهل له. تمام. حصل وجه ايه بقى المأذون بقى؟ جه مأذون ازاي؟ مين اللي جابه؟ هو اللي جابه، هو اللي جابه. كنت ساعتها في الكوافير عملت ميك اب، وقفني عند كافي، جبنا المأذون كان قاعد عليه، فانا فاكره ان المأذون مستنظرنا بيشرب قهوه يعني عقبال ما نعدي ناخده، يعني هو ده بس كان تفكيري. وخدنا المأذون جبناه على هنا. ما سألتهوش بقى فين المكتب بتاع المأذون، اسمه ايه؟ لا ما كله كان قدامي انا حضرتك، انا لغايه اخر لحظه انا واثقه ان العقد تمام والمأذون تمام وكل حاجه تمام. دي وثيقة العقد الزواج اللي تم كتابتها هنا في البيت ايوه صح؟ مع المأذون اللي هو جابه من القهوة. ايوه طبعا هي بالاسم وبالتاريخ دي في 2018، تاريخ الجواز 30/9/2000. بتقولي ان التاريخ ده مزور، التاريخ ده مزور. هو ما انكتبش وانتوا قاعدين هنا؟ لا انت المفروض بتكتبي وبياخدوا الورق وبعد اسبوع او اسبوعين تستلم الورق. بس ده ما انكتبش هنا الوثيقة دي، الوثيقة دي لا البيانات ما انكتبتش هنا. لا البيانات اتكتبت هنا وهو ماضي قدامي وباصم انكتب قدامي. التاريخ ده هنا اللي هو 18/2000 اتكتب ده هنا؟ التاريخ؟ التاريخ لا ما اتكتبش قدامي. ما خدتيش بالك؟ لا ما خدتش بالي. قولي ما خدتش. ما خدتش بالي يعني هو ممكن يكون كتبه وانت ما خدتيش ما خدتش بالي، لكن ده المفروض انكتب هنا. ما خدتش بالي. هو المفروض ايه؟ هو 30/9/2018. لا ده هو كان واحد يعني في شهر واحد 2019. تمام.
طيب وفي هنا اسم، مش عايزين بس نقوله اسم المأذون اللي موجود والختم بتاعه، ما لقينالوش اي دليل خالص 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 في ال. طيب هي بعد ما كتبتوا الوثيقه وبعدين كده رحتوا احتفلتوا طبعا في مكانه، كان في شهود على الاحتفال ده؟ طبعا وناس حاضره. بعدين رجعتوا فتره قد ايه بقى؟ كنتوا كويسين ما فيش اي مشاكل خالص؟ يعني قعدنا حوالي 8 اشهر. كان بيصرف على الولاد وكان كويس؟ كويس جدا. 8 اشهر 7 اشهر. هو طلب منك او اشترط عليك انك ما تخلفيش؟ احنا الاثنين يعني كان بالرضا. كان بالرضا. وانا ما كانش الموضوع عنده صعب؟ لا خالص 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 لا. وهو اصلا بيصرف على اولادك؟ اه. عرفتي انك انت حامل، عملتي ايه بقى؟ اتصلت بيه قلت له انت فين؟ قال لي انا في شغلي. قلت له خلي الشرطه تعالى عشان انا في كارثه كبيره. جه طبعا قال لي، ركبت العربيه معاه طلعنا على الدائري. قلت له ما فيش بقى، شوف لي دكتور بقى ولا شوف ايه الحل. انا اكتشفت ان انا حامل في شهر وانا لسه يعني في اول الايام. قال لي لو خليتيها اشربيها، شوفي مين هيسجلها لك، مش هتاخدي مني لا حق ولا باطل، وانزلي من العربيه دلوقتي حالا، وبيتك ما تروحيهوش. جبت عربيتي من مطرح ما كنت ركناها، والمفروض انا بركب عربيته. تمام. اول ما ركبت عربيتي رحت عند اختي مصدومه، بحكي لاختي، بشكي لاختي، وحكيت لاختي الموضوع من اوله لاخره. يعني عدى قولي ساعتين ثلاثه. رحت بيتي لقيت الباب الحديد اللي على باب شقتي انا وجارتي اللي في وشي متغير الكالون، وباب شقتي متغير الكالون. ريح ايه؟ طب هما فتحوا لك بقى؟ في ساعتها فتحوا لي بقى. خبطتي على الباب؟ استغثت بقى طبعا بالجيران وجارتي عارفاني، بقيت اقول لها انا عارفه ان انت جوه، ابوس ايدك افتحي لي عفشي وحاجتي جوه وهدومي جوه. لقيت البواب بيطلع لي هدومي حضرتك في شنط بلاستيك بتاعه زباله. بقيت الم غياراتي قدام البواب، يا عايزه اقول لحضرتك ان البواب يعني انا صعبت عليه وانا برمي غياراتي قدامه. يعني اني ازاي تلمي لي هدومي وتخلي رجاله تطلع على وترمي لي هدومي في شنط زباله؟ ده ازاي؟ ده فين الرحمه بتاعت ربنا؟ دي اكتر حاجه يمكن اثرتني، مش عارفش ولا حاجتي. وانا لما طلعت قلت انا مش عايزه حقوقي، مش عايزه حاجه على فكره. ولحد دلوقتي انا اكتر حاجه وجعاني وكسراني هو الموضوع ده. انا عايزه حق بنتي، انا عايزه الامانه والله العظيم، وحياه ربنا وحياه ما جمعنا من غير معايد والله العظيم. قدام العالم بتقول لا انا ما عايزه اي حاجه، انا عايزه بنتي بس تسجل، مش عايزه اكتر من كده. وخلال فترة الحمل دي كلها ما تواصلش معاكي ولا انت تواصلتي معاه خالص بقى؟ ما كلمتهوش مثلا؟ كان بيرفض، بس قبل ما اولد بشهرين رد علينا وقلت له لو ما جيتش احنا جايين لك بالبيبي يوم مولد. رحت للمحامي بتاعي قلت له انقذني بقى. المحامي خد مني الورقه ديت اللي هي المزوره. اه. وطلع ما كنتش لغايه دلوقتي عارفه انها مزوره؟ لا لا خالص. فخد منك الورقه وراح فين بقى؟ الكاتب او السكرتير وهو بياخد الارقام والاسامي قال له انت جايب لي الورقه دي ازاي؟ ده الورقه دي مزوره تحبسك وتحبس الست. طيب استاذه ايمان، هل تم اثباتها بشكل قانوني انها مزوره ولا انتوا بتستنتجوا ولا ايه ولا؟ لا، احنا لسه لحد دلوقتي المفروض هنقدمها بشكل رسمي لما يتحدد لنا جلسه وتاخد احاله وهنعرضها الطب الشرعي. لكن ما تمش توقيع الطب الشرعي عليها وما تمش اثبات بشكل قانوني بشكل نهائي ان هي مزوره. وبعدين لما انت كده انصدمتي طبعا، قلتي ازاي؟ طلعنا على اللي هي المحكمه او المكان اللي انا تابع ليه، عملنا محضر تزوير وغش وحاجات بقى كتير بقى. انا غشيتيه وغشيتيه بقى؟ اتصلت بيه قلت له انا ولدت البنت، تعالى حلل لها النهارده في نفس اليوم اللي ولدت فيه وانا والده قيصري. ايه اللي يخليكي تقولي حلل لها؟ يعني ايه اللي يخليه يشك فيكي ان هو يعمل؟ ما هو بيتهرب بقى عشان مش عايز، بيتهرب بالنقطه دي عشان مش عايز عياله ومش عايز يسجلها، لان هو لو هو نيته انه يحلل عشان يثبت ان دي ضناه ولا لا، هو ما عندوش رحمه لحد النهارده 3 اشهر ونص، لا شافها ولا حلل لها ولا يعرف حاجه عن بنته ولا حتى شم ريحتها. فهو كلام بيهرب بيه مني عشان يكون هرب من بيته.
انتي بقى عايزه ايه؟ انا مش عايزه اي حاجه، انا مش مكسوفه ولا دعيب، انا بغلي لبنتي ميه رز وبشرب بنتي ميه رز عشان مش قادره فعلا اجيب لها اللبن، العلبه غاليه عليا. انا عايزه اشهد بنتي وعشان اطعم بنتي، مش عايزه منه اكتر من كده ولا عايزه من اي حد حاجه. يعني اعتقد ان بعد ما شفنا الصورة دي وشفنا التفاصيل محتاجين نعرف هل في امكانية لتدوير وثيقة زواج وكيف يتم التزوير، هل الوثيقة دي موجودة، هل الفورمة دي زي ما قالت بدور في الفقرة اتغيرت، هل في فورمة جديدة، طيب كيف يتم التزوير، هل بسرقة دفاتر، هل يمكن سرقة دفاتر للمدونين ولا بتزوير الصورة نفسها. أسئلة كتيرة جدا أكيد موجودة في ذهن كل واحد دلوقتي، بس خلوني أرحب بضيفي الأستاذ إبراهيم علي سليم رئيس صندوق المدونين الشرعيين. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ إبراهيم. زي ما حضرتك سمعت وشفت كده، هل يمكن تزوير وثيقة الزواج؟ والله هو في الحقيقه ما فيش حاجه النهارده، يعني المزودين ليهم طرق كتيره للتزوير وتغيير الحقائق وتزييف سواء وثائق الزواج او غيرها، يعني مش الموضوع مش قاصر على وثائق الزواج بس. يمكن وثائق الزواج كانت قبل 2018 كانت غير مؤمنه بشكل كافي، يمكن وزاره العدل التفتت للموضوع ده وبدات من 1/10/2018 بعمل وثائق زواج. لا معلش، التاريخ ده مهم جدا، يعني تم تغيير فورمة وثيقة الزواج فعلا بتاريخ 1/10/2018؟ الصورة دي تغيرت في 1/1/2018، كان في تعليمات مشددة جدا من معالي المستشار وزير العدل بسرعة تنفيذ هذا التعديل. ليه؟ بسبب الحالات اللي أنا سمعتها زي ما حضرتك بتقولي كده. حضرتك سمعتها ولا رصدتوها؟ احنا رصدنا حالات كتير، احنا عندنا أحد الأشخاص بعد 2011 عمل تزوير ما يقرب من حوالي 300 وثيقة زواج. 300 وهو ما كانش مأذون، هو منتحل صفة مأذون. طب ازاي زورها ازاي؟ سرق، هي بتقول ان هو تم سرقة الدفاتر، هل في امكانية لسرقة الدفاتر؟ الدفاتر ما بيتمش سرقته. الدفاتر ما بيتمش، الدفاتر اللي قبل 2018 موجودة ومخزنة ومحصورة حصر جيد جدا في وزارة العدل ومحفوظة في نيابة الأسرة، ما فيش حد يقدر يسرق الدفتر. هو التزوير بيستغلوا جهل الناس بوثيقة الزواج وجهل الناس بشخصية المأذون. احنا عندنا 4500 مأذون على مستوى الجمهورية، مفيش منطقة في جمهورية مصر العربية إلا ومعين لها مأذون. عشان طيب. كده احنا بننصح الناس ما تروحش لحد انت ما تعرفوش، ما تروحش لحد مش مأذون. لازم يكون من نفس المنطقة اللي انت موجود فيها؟ هي وزارة العدل شهدت المادة 20 من لائحة المأذونين بتقول ان المأذون يتبع محل إقامة الزوجة التي تقع في دائرة اختصاصه، يعني الزوجة مقيمة في شبرا الخيمة، المأذون شبرا الخيمة دي إقامة الزوجة، يعني المفروض دلوقتي أهل الزوجة هم اللي يجيبوا المأذون؟ المفروض، لأن ده الوثيقة في الأساس هي ضمان لحق الزوجة من مؤخر قضاء ونفس طيب. عدة. طيب برضه في الواقعة دي كان الشهود كله من طرف الزوج، هل يبقى كده صحة عقد الزواج أن يكون الشهود كلها من طرف الزوج بس؟ ما يكونش في شاهد من طرف الزوج. هو هنا في تقصير من ناحيه الزوجه، ان انا النهارده رايح اتجوز المفروض اهلي يكونوا موجودين معايا، المفروض يكون في حد من طرفي. تمام. وفي ناس بتحاول يعني للاسف الشديد ساعات الزوج والزوجه بيتفقوا مع بعض، يروح يقول لك احنا عايزين العقد ما يتسجلش، يعني كتير بيجي لنا اسئله زي دي، احنا بنرفض طبعا، لان انا كمأذون شرعي عندي ميثاق شرف لمهنه المأذونين الشرعيين، ما ينفعش ان انا ما اسجلش العقد. طيب سؤال اخير. ما اسجلوش عشان انا متجوز زوجه ثانيه او عشان خاطر المعاش او او او, أو. لاسباب كتيره ممكن نتكلم ده مش هيبقى بقى زواج شرعي، ما اعتقدش ان هو كده هيبقى، اعتقد زواج عرفي، مش عارف اذا كنت انا كده فاهمه صح ولا لا، طالما لم يوافق. هم بيظنوا ان في عقد زواج رسمي ممكن ما يتسجلش، لكن في الحقيقه هو عقد زواج عرفي. طيب انا سؤالي الاخير، اذا يعني حدثوا بالفعل وتم اثبات ان هذه الوثيقه مزوره بشكل او باخر، وضع الزواج من ناحيه شرعيه ايه؟ هي نيتها كانت انها متزوجه، لو كلامها صادق. الوضع عشان نطمن الناس، لان الموضوع ده بيحصل عند ناس كتير وبتبقى زعلانه وانا ارتكبت بيحصل عند ناس كتير، يعني حصل فعلا عند ناس كتير وتم اكتشافه بعد فتره زمنيه. اكتشفت ان قسمتها مزوره، طب انا عايشه معاه في الحرم؟ لا، انت حضرتك في شروط متوافره في عقد الزواج، وجود زوج وزوجه وشهود وصيغه شرعيه، فالزواج صحيح من الناحيه الشرعيه، لكن وثيقه الزواج غير مثبته.
تمام يعني دي بقى الناحيه الثانيه. الحاله دي احنا بندعمها احنا كصندوق مأذونين شرعيين واحنا مستعدين المستشار القانوني للصندوق ان هو يدعم هذه الحاله ويتابع معاها الموضوع لحل. ممتاز يا استاذ ابراهيم، يعني حضرتك على يعني على استعداد لدعم حاله بذور انها تتواصل مع الصندوق. واحنا على استعداد تام لعمل دليل المأذونين الشرعيين. واحنا معانا تفاصيل المأذون، طبعا احنا مش هنجيب اسمه دلوقتي، لكن كل التفاصيل الخاصه بالمأذون ومكانه واسمه، كل التفاصيل الخاصه بما يخص القضيه احنا موجوده معانا في البرنامج. احنا بنقدم كل الدعم أشكرك. لحد ما توصل لحل ان شاء الله. اشكرك اشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم علي سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين. اعتقد ان الموضوع يستحق ان احنا نشوفه وندرسه ونشوف اثاره المترتبه عليه، لان فيها طفل في النهايه، الضحيه طفل. فاصل ونستكمل الحلقة، ابقوا معنا. بتبقى مشكلة السمنة من أصعب المشاكل اللي ممكن تؤرق وتتعب صاحبها، سواء كان من الناحية النفسية أو الناحية البدنية، خاصة لو المشكلة دي ممكن تكون سبب كبير جدا في أمراض ممكن تكون خطيرة، لو المشكلة دي معاه لفترة زمنية طويلة، لو المشكلة دي مع أطفال في سن صغير، بتظل هاجس وبتسبب له ألم نفسي وبدني كبير جدا، وحلم التخلص منها بيظل هو أهم أحلامه على مدار حياته بشكل مطلق. خلينا نتكلم عن إزاي نتخلص من السمنة بشكل آمن وصحي بمنتجات صحية طبيعية آمنة. بس خلوني في البداية أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو، دكتور خالد عبد العزيز، أخصائي التغذية الإكلينيكية جامعة المنصورة، ماجستير النباتات الطبية كلية الصيدلة، دبلومة التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية، عضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المشاهدين. قبل ما نقول أي حاجة، أنا الفيديو اللي أنا هنشوفه دلوقتي وهيكون معنا المشاهدين ونشوفه لحظة بلحظة، أنا مستغربة منه، مستغربة منه جدا. الناس هتعرف انا مستغربة ليه، بس نشوفه الاول قبل ما نتكلم في اي حاجة. تسمحي لنا نشوفه؟ اه اتفضلي. نشوف. طبعا البنت دي بنت ابني، وطبعا بصينا لقيناها كده في الزيادة وهي عندها 6 شهور. المهم رحنا كذا مستشفى، والمهم طبعا عملنا الاجراءات اللازمه، التحليلات، والمهم ما طلعش عندها اي حاجه خالص نهائي. الذكاء كويس، كل حاجه فيها كويس، وظائف الكلى، كل اي حاجه كويسه، طبعا ماشيه في الزياده على طول. المهم طبعا يبقى اي مشوار نروحه بيقولوا الدكاتره ما فيهاش اي حاجه خالص نهائي، ما يدوناش اي علاج ولا اي حاجه خالص نهائي. طبعا الولد عندي ابن عم انا، ابن قريبي، يبقى قال لي في بنت كذا 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 عندنا هنا في الشواشنه، وفي الدكتور اسمه الدكتور خالد عبد العزيز في المجمع الخامس. المهم طبعا البنت خست، يبقى طبعا جابنا هنا الولد الاربع اللي فات، غير اللي فات بقاله 15 يوم النهارده. طبعا جينا هنا والدكتور خالد، يبقى وزن البنت لقاها 49 كيلو 39 كيلو. المهم يبقى قال تعالوا بعد 15 يوم، اعطانا علاج. المهم مشينا على العلاج اللي هو اعطانا، يبقى في ال 15 يوم دي خس الكيلو. نظام التخسيس ان وقلوها جميع الاكل، الاكل ما اقدرش احرم طفل عن الاكل خالص نهائي، ده بالنسبه للدكتور. ان شاء الله باذن الله الدكتور قال ادام ابر التخسيس يبقى فيه تخسيس. يعني حبيبتي يعني عندها كم سنه الاول؟ هي عندها 4 سنين. طبعا هي مولوده ووزنها زايد وفضلت في الزياده لغايه لما شفنا وصلت للوزن دوت. طبعا حاولوا كتير انها تنزل، ما كانتش بتنزل ولا جرام، راحوا اماكن كتيره جدا. لما جت لعندي طلبت ان احنا نعمل شويه تحاليل معينه، عملناها لقيت كل حاجه سليمه عندها، مفيش اي ما يمنع انها تخس. بدات معاها بكورس الالياف الطبيعيه، ابتدت انها تمشي عليه، هي بقى لها دلوقتي اسبوعين، وفي الاسبوعين نزلت كيلو. اسبوعين نزلت كيلو؟ كيلو بالنسبه لعمر 4 سنين ده كويس جدا، لان كيلو ده عباره عن دهون يعني فاتس، وده اكتر حاجه بتهمني في نزول الوزن. من الجسم ان هو رافض نزول الوزن تماما وعمال يطلع الكيرف بتاعه في زياده، احنا نكسر المعدل ده ونبتدي ان احنا ناخد بقى الكيرف في نزول الوزن،
دي بالنسبه لنا بتعتبر قصه نجاح. اكيد طبعا قصه نجاح، لان البنت عمرها صغير جدا، 4 سنين يعني فتره قصيره قوي ان هي تبتدي ان هي تاخد حاجه علشان تخسس نفسها. ده حقيقي. خلي بالك كمان 4 سنين يعني خلاص على وش انها تخش مدرسه، على وش انها الزمايل حتى معاها في القريه بتاعتها، فكله بيتكلم، القرايب حتى كله بيتكلم ان وزنها زايد، ده نفسيا كمان بيأثر عليها بالسلب. مفيش اي خطوره على الاطفال من تناول الالياف الطبيعيه؟ انا عارفه ان هو اسمه الالياف الطبيعيه، والسؤال ممكن في نظريا كده يبدو غير الطبيعيه دي نباتات وفاكهه مركزه. فطبيعي ان اي طفل حتى من هو عنده 6 شهور هيبتدي ان احنا بنزود له في اكلات وخضار وفاكهه، لغايه لما بيبتدي ان هو تدريجيا بياكل كل انواع الخضار وكل انواع الفاكهه. فبالنسبه للالياف الطبيعيه من اول 6 شهور يقدر اي طفل ان هو ياخدها، سواء كان صغير بقى او حتى كان كبير، لان ملهاش اي اثار جانبيه نهائيا. هي لا تعاني من اي امراض اخرى. هي لا تعاني من اي امراض اخرى بالظبط. مشكله السمنه فقط. كانت مشكله السمنه بس. او قدرت ان هي تخس كيلو في اسبوعين. بالظبط. دي حاجه يعني لو استمرت على المقياس او المنوال ده. خلي بالك برضو كيلو بالنسبه لطفل ده ده معدل كبير، يعني انت خلي بالك ان احنا بناخد كيلو من 39 كيلو وكيلو دهون. فده بالنسبه لنا معدل كبير، على عكس الشخص اللي هو الناضج. يعني الشخص الناضج مثلا تلاقي وزنه لو هو اوفر ويت مثلا 90 او 100، فلما بيجي ينزل مثلا في اسبوعين 2 3 كيلو ده بالنسبه له رقم. صح. فالطفل برضه نفس الشيء، يعني كيلو في اسبوعين ده رقم. وطفل ما كانش بينزل نهائيا. واكيد هي محبه للحلويات، انا اعتقد كده استنتاج. بص ما فيش طفل ما بيحبش الحلويات. اكيد طبعا يعني ده حقيقي. طيب ويمكن موضوع الحلويات دي من اكتر الحاجات اللي بنلاحظها قوي في الاطفال، تلاقي طفل جسمه حلو بس عنده كرش. تلاقي بطنه كبيره. يبتدي حتى الاب والام مستغربين، يعني ليه طفل صغير عمره 4 5 سنين وعنده كرش؟ دي ظاهره الحقيقه بقت موجوده كتير، يمكن عشان المواد الحافظه كتير اللي هم بياكلوها، سواء كان في الحلويات او الاكل بتاع التيك اواي. العصاير كمان اللي فيها مواد صناعيه من الحاجات الكتيره اللي بتعمل كرش. دهون البطن دي بالذات بقى دهون رخمه قوي، اصعب دهون اعتقد، رخمه جدا. مشكله الستات. وعلى فكره ممكن تلاقي كمان رياضيين وتلاقي عندهم منطقه البطن دي فيها دهون صعب التخلص منها. فدي الحقيقه برضو. طب انت قدمت للطفل بديل عن الحلويات؟ يعني ممكن النكهات اللي هي في المنتج تعوض عن طعم الحلويات، ولا برضو النكهات ممكن تكون صعبه شويه؟ بص هي الالياف الطبيعيه الميزه اللي فيها ان ما فيهاش طعم. فانت تقدري تشكلي الطعم زي ما انت عايزه. فهي مثلا الطفل عايز حاجه مسكره، فاحنا ممكن نعملها له حاجه مسكره. لو الطفل بيحب مثلا الشوكولاته، فممكن نعمل الكيس على ربع كوبايه لبن ونحط عليه شوكولاته خام ونحط عليه سكر دايت، فبقى حاجه مسكره جدا بالنسبه للطفل، ويبقى طعمها كمان الشوكولاته اللي هو بيحبها. لو الطفل بيحب الفانيليا اقدر ان انا استعوض ان انا احط لبن وفانيليا وكيس الالياف. ده بيديني برضو طعم حلو، بيبقى شبه المهلبيه تقريبا يعني. صحيح. طب ايه رايك نجرب كده نحضره؟ يعني اعتقد ده لبن ولا زبادي اللي موجود؟ طيب أخر. خلينا الاول نوضح دي العلبه الخضراء دي عباره عن الالياف الطبيعيه، والالياف الطبيعيه دي هتبقى لوجبه الغداء، دي بتتاخد قبل الغداء بنص ساعه. الحمراء، العلبه الحمراء اللي هي العلبه الخضراء. 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 ودي طبعا بتقعد في الجسم من حوالي من 6 لـ7 ساعات، عامله لك تغطيه كامله جدا للشبع، فانت حاسه ان انت على طول شبعان. العلبه اللي هي الحمراء دي بتبقى بتاعه العشاء، بتتاخد قبل العشاء بنص ساعه، وطبعا دي بتدي تغطيه جوه الجسم بتوصل ل 12 ساعه كامله. فالشخص حتى انت عارفه ان احنا وقت الشتاء البرد، الجو بيبقى ساقع بالليل بالذات، بنبقى عايزين ناكل حاجه تدفينا او عايز ياكل اكلات كتيره جدا. فيقدر ان هو ياخد كيس الالياف بتاع العشاء بيكمل معاه لغايه تاني يوم بيسنده شبعان. طب ليه قبلها بنص ساعه؟ قبلها بنص ساعه عشان ياخد دورته داخل المعده. بعد ما بناكل الالياف بنشرب وراها كميه من الميه على قد استطاعتنا، بتنفش جوه المعده فبتملاها، فدورتها عشان تملى المعده دي بتاخد لها نص ساعه. هو بينفش جوه المعده. بينفش جوه المعده. فبيملى دي الفكره بتاعته. بالظبط. طب دي المفروض ان احنا نشوفها حتى في التكوين واحنا بنحضره، المفروض نحس حتى من الناحيه النظريه كده ان هو فعلا بينفش، يعني ان هو كمنتج نتخيل هو بيعمل ايه. نجرب ده كيس بتاع الغداء. طبعا كيس الغداء نسبه الخضار فيه بتبقى اكتر من نسبه الفاكهه، عشان كده بتلاقي لونه بيبقى جاي على اخضر شويه. يبقى الاخضر غدا والاحمر عشاء. بالظبط. الاخضر من الخضار، من نسبه الخضار. ده حقيقي. ده ايه بقى ده بتاع محل ده من لا انا حطيت بس ميه وحطيت اللي هو الغدا. وهبتدي ان انا اقلبه في كوبايه ميه، مش بلبن ولا بزبادي ولا باي حاجه، بالميه بس. بالظبط. قد ايه ميه بقى؟ احنا بنحط ربع كوبايه ميه. على كوبايه صغيره دي. بنقلب. طبعا الالياف دي عباره عن
الياف بتدوب في الميه والياف ما بتدوبش في الميه. يعني هي هتلاقي نوعين من الالياف جوه اي كيس، وده اللي بيدي اللزوجه اللي انت شايفاها، لان لو كانت كلها بتدوب في الميه كانت هتبقى عامله زي السكر في الشاي كده. صح. واذا كانتش بتدوب اصلا في الميه فكنت هتلاقي انها فاصله عن الميه. انا مهتم اشوف السمك في النهايه يبقى عامل ازاي. هي طبعا هي كده احنا كده حضرناها، يعني حتى قلبنا الكوبايه اهي. يعني احنا ممكن نعمل التيست ده في البيت، يعني لما تقلب الكوبايه ويبقى كده احنا وصلنا فعلا للتقليب. ده معناه ان هو ده شكله جوه المعده. احنا كده بينفش كده هو بالظبط، يعني حتى هي في المعلقه. ماشي. نبتدي ان احنا ناكلها، نشوف برضو طعمها. يا ريت تاكلها. ماشي. انت كده طبعا عملت اكلتها، هي ملهاش طعم اصلا. ان احنا حضرناها بميه، مفيش اي نكهه فيها بالظبط، ومع ذلك طعمها ايه؟ طعمها ناتشورال جدا، اكنك بتاكلي حاجه ملهاش طعم. بس انت الطعم بقى براحتك، انت غيري براحتك يعني. طب معلش، في ناس بتتقبل الحاجه من غير طعم، في ناس بتحبها بطعم، دي حسب كل واحد ما هو عايز يعني. طيب ممكن نقلبها مره ثانيه؟ لان انا حاسه ان القوام ده معناه بيديك فكره هو في المعده بيبقى عامل ازاي. بيمسك المعده كده، بيمسك المعده، هو بيكلبش فعلا في المعده، بيبقى عامل زي بيكلبشها كده، اللي هو لدرجه ان انت لو قدامك اي اكل مش قادره تاكلي. عشان كده قبله بنص ساعه كمان خلاص نفش ساعة. المعده مسكها بالظبط، فمش قادره تاكلي بقى، مش هتعرفي تاكلي بعد كده. ما هو مش هيعرف. عشان كده حتى انا في نظام الاكل بقول له كل اللي انت عايزه يعني. لان خلاص انا واثق ان هو هيبقى قدامه الاكل فمش هياكل. تمام. لكن ممكن احنا بدل الميه يعني نحط، حتى ناس كثيره جدا تقول لي يا دكتور بص، يعني انا اكتر حاجه غيظاني لما باخد الالياف ان الاكل اللي انا بحبه مش قادر اكله. يعني الاكل اللي قدامي اللي انا بحبه واللي انا يعني ممكن اكل منه زي ما انا عايز، بس مش قادر لان انا شبعان. طيب معلش السؤال ده، لو اليوم انا ما اخدتش الوجبه بتاعتي قبل وجبه الغداء، هلاقي نفسي مفتوحه ان انا اكل اللي انا عايزاه في الغداء؟ على حسب، لو احنا بقالنا فتره بناخد الالياف فخلاص حجم المعده كده كده صغر، فبالتالي كميه الاكل اللي احنا هناكلها هتبقى قليله. لو احنا لسه في بدايه يعني مثلا اول اسبوع، فاحنا لسه ما سيطرناش سيطره كامله على الشهيه. فبالتالي لا، هتاكل نفس الاكل، لو انت ما خدتش الياف هتاكل نفس الاكلات اللي انت بتاكلها بنفس الكميات. يعني معنى كده ان ما فيش نظام غذائي قاسي مع الالياف؟ لا لا خالص، احنا ما بنقولش نظام غذائي قاسي خالص. كمان احنا في فكره فكرت ان انا اعرضها النهارده في البرنامج بتاع صوره، يمكن دي اول مره اعرضها برده. في اطفال كتير موضوع البلع عندهم بيبقى فيه صعوبه شويه. فاحنا هنحضرها بزبادي. يعني هاخد ده كيس العشاء. نفس اللي حضرناه بس بدل ميه زبادي. بدل الميه هنحط الزبادي ده عشان طبعا الاطفال او لو في حد عنده صعوبه في موضوع البلع شويه. الزبادي ممكن يسهل البلع. فاحنا ممكن ان احنا نحطه على زبادي. يعني بص، هي الالياف دي يعني لاي حد يقدر ياخدها. اي حد. اي حد. واي طفلة. طعم عايز تعمله هتعمله. طب لو كانت جت لحضرتك وهي عندها ست شهور كانت ممكن مثلا تاخدها؟ انت قلت لي برضه انه من ست شهور ممكن ناخدها. من ست شهور نقدر ناخدها بالظبط عادي، مفيش اي مشكله. حد عنده 70 80 سنه بيقدر ياخدها. على فكره هي من ميزه الالياف كمان انها بتنظم حاجات كثيره جدا داخل الجهاز الهضمي. يعني البكتيريا النافعه اللي جوه المعده بتقدر انها تنميها وتغذيها، فتلاقي عمليه الهضم بالنسبه للشخص اللي بياخد الالياف سليمه 100%. طيب هو فاضل دقيقه وفاضل سؤالين مهمين جدا، الاطفال بقى والناس اللي هي بتحب تاكل بالليل قبل ما تنام تعمل ايه؟ تاخد كيس الالياف بتاع العشاء ده هيشبعهم لمده احنا كده عملنا الزبادي. نفس القوام بقى. نفس القوام بالظبط كده. بس ده هيأدي بقى لسهوله في البلع شويه عن الميه. ده في في اطفال بيبقى عندهم نسبه البلع او ان هو يبلع بتبقى بالنسبه له صعبه شويه، فبياخد الزبادي دي بتبقى حاجه سهله. نفس الطعم برضو ولا ممكن يكون الزبادي مدي نكهه شويه؟ لا انا كده اكني باكل زبادي. يعني طعم الزبادي، طعم الزبادي هو ده اللي موجود دلوقتي. لا بس ده يعني اعتقد ان هي ممكن تكون وجبه العشاء وممكن ما تحتاجش ان هي تاكل اي حاجه بعدها باي شكل من الاشكال. خلاص، انت لما خدنا الالياف هتلاقي نسبتك على الاكل قليله جدا او انها عامه. يعني كل اللي عايز يتواصل مع الدكتور خالد عبد العزيز، دي صفحه الدكتور خالد عبد العزيز على الفيسبوك، ممكن تتواصلوا معاه، تبعتوا اي سؤال اي شكوى اي مشكله اي استفسار، وممكن تتواصلوا برده من خلال صفحه البرنامج لو عايزين تتواصلوا مع دكتور خالد او تتواصلوا مع البرنامج بشكل عام. اشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد، واتمنى ان شاء الله يكون في فقرات ثانيه، لاني انا عايزه بقى ادوق، يعني انا شفت النهارده فانا عايزه ادوق بنكهات مختلفه. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا ليك. دكتور خالد عبد العزيز اخصائي التغذيه الاكلينيكيه جامعة المنصورة، ماجستير النباتات الطبية كلية الصيدلة، دبلومة التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية، وعضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. فاصل، وبعد الفاصل هيكون معنا لقاء مهم جدا مع شركة من الشركات العقارية المهمة اللي قدرت تكون موجودة في السوق حتى اللحظة باستراتيجية جديدة وبشكل جديد وبشكل أقوى. بعد الفاصل.
بلا شك ان ازمه كورونا كان لها تاثير سلبي كبير بشكل واضح بازمه كورونا هو القطاع العقاري. في كثير من الشركات ما قدرتش انها تكمل، تاثرت مشروعاتها، حجم مشروعاتها، حجم مبيعاتها، حجم عملها بشكل عام. وفي شركات قدرت ان هي تستمر وتبقى وتكمل المسيره، بالعكس كمان قدرت ان هي ترجع بشكل اقوى، هي ما وقفتش ولكن تستمر بشكل اقوى بشكل مختلف. الشركات اللي قدرت تحقق الجزئيه دي والانجاز ده لازم تكون معتمده على اداره قويه، تاسيس قوي، محفظه ماليه قويه، خبره في السوق العقاري كافيه وكبيره ان هي تمكنها من الاستمرار في ظل كل التحديات وظل كل الظروف. النهارده هيكون معادنا مع شركه من هذه الشركات اللي قدرت ان هي تتعامل مع ازمه كورونا بشكل اعتقد ان هو يدرس، لان هي قدرت ان هي تستفيد من الازمه، تستفيد من الصعوبه، من المشكله. هنعرف هم عملوا ايه والاستراتيجيه اللي نفذوها ايه واللي ناويين ينفذوها ايه في العام القادم. بس خلوني في البدايه ارحب بضيفي الكريم هنا في الاستوديو، الاستاذ مصطفى التونسي، المدير التنفيذي لشركه نيكست هوم للتطوير العقاري. استاذ مصطفى اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طبعا هو سؤال اللي احنا بقالنا فتره بنساله، بس بناخد هو سؤال واحد بس الاجابات مختلفه، كل اجابه وفقا لرؤيه الضيف. يعني حضرتك رؤيتك ايه ازمه كورونا وتاثيرها على الشركات العقاريه، التحديات اللي واجهت السوق العقاري في الفتره الاخيره، خاصه ان كان في اجراءات حازمه من الدوله علشان تنظم السوق العقاري وقوانين جديده لتنظيم السوق العقاري، راي حضرتك ايه؟ والله طبعا هو تفشي فيروس كورونا في العالم كله يمكن هو ما اثرش على القطاع العقاري بس، هو اثر تقريبا على العالم كله. بس هنا هنبدا نبص على الشركات اللي كان عندها نولج كويسه جدا او عندها رؤيه ان هي تكمل في ظل الظروف اللي شغالين فيها مع الاجراءات الاحترازيه اللي كانت متخذاها الدوله في اتجاه علشان خاطر نقدر نحافظ على بعض. طبعا ده كان تحدي كبير جدا بالنسبه للسوق العقاري، كان ليه تاثير سلبي اكيد، بس من وجهه نظرنا في نيكست هوم ان احنا ممكن التاثير اللي جاي من ازمه كورونا ده نستغله بشكل تاني علشان خاطر نقدر نقاوم الشركه ونقدر نقاوم المشروعات اللي شغالين عليها بحيث ان احنا ما نقفش. طبعا بدانا ان احنا اول ما حصلت ظروف فيروس كورونا والفيروس تفشى في العالم بالشكل اللي كان حاصل ده، بدأنا نعمل نشكل إدارة، الإدارة دي هي إدارة أزمة علشان خاطر نبدأ نحط الريكفري بلان، الخطة البديلة اللي تخلينا نقدر نكمل على نفس المستوى، لأن احنا بنهتم جدا بعملنا وعندنا أكتر من مشروع جاري العمل عليهم علشان خاطر يتسلموا في المواعيد المحققة ليهم. بدأنا الأول إن احنا بنعمل ريستراكشر، إعادة هيكلة علشان خاطر نقدر نحط البلان اللي تخلينا نكمل على نفس المستوى. بدأنا ان احنا نتجه في نفس الاتجاه اللي بتتجهه الدولة علشان خاطر نقدر نحافظ على العناصر والموارد البشرية اللي هي سبب رئيسي في نجاح نيكست هوم، بان احنا بنتخذ نفس الاجراءات الاحترازية اللي بتاخدها الدولة، مع ان احنا عندنا الاقتصاد فيه قوة الحمد لله ان احنا قدرنا في مصر ناخد اكشن كويس في ظل الازمه دي، وان احنا من اكتر الدول في العالم اللي يمكن ما تاثرتش بالتاثير الكبير قوي في ظل ازمه كورونا. من هنا بدانا نتجه في اتجاه ان احنا بنعمل ريستراكشر وبنجهز لجنه خاصه بالازمه اصلا، ان احنا نعدل على الخط اللي موجود عشان خاطر مواعيد تسليم العملاء دي كان في اجراءات وكان في حظر، فكان لازم نلتزم بالاجراءات اللي بتحطها الدوله. فبالتالي قدرنا الحمد لله ان احنا نتماشى مع القرارات اللي بيتم وضعها من قبل الدوله، بمصر، وقدرنا الحمد لله ان احنا نتخطى ده باعاده الهيكله وبان احنا عملنا تعديل على الجدول الزمني، هيكله الجدول الزمني نفسه. قدرنا الحمد لله ان احنا نتخذ كل الاجراءات الاحترازيه اللي تخلينا زي ما قلت لحضرتك نحافظ على في رول بتحكمنا وكان في اجراءات بتحكمنا علشان خاطر بقدر الامكان العماله بتاعتنا وعلى الموارد اللي موجوده عندنا في الشركه، بلس نحن موظف او عامل موجود عندنا في الشركه. كتير من الشركات اللي قدرت ان هي تحافظ على العباده بالظبط. الحمد لله احنا يمكن احنا
الحمد لله لحد النهارده كل الفرص، القوه اللي كانت شغاله قبل فيروس كورونا هي نفس القوه اللي كانت شغاله في فيروس كورونا، مع تعديل طبعا زي وقت الحظر، بس كان بتنسيق محترم جدا من الاداره والحمد لله قدرنا ان احنا نتخطى المرحله دي. طبعا ده فيديو من المشروعات ومن اعمال الشركه. تمام مظبوط. في مختلف اماكن القاهره او الجمهوريه، ده فين بالظبط؟ ده مشروع نكست بوينت. نكست بوينت ده كومباوند سكني متكامل الخدمات في منطقه دائري المعادي. خط الهضبه الوسطى. مشروع وضع واحد قدرتوا انكم تحافظوا في ظل ازمه كورونا مش بس على العماله، قدرتوا تحافظوا على الانجاز، يعني حققتوا الانجاز وسلمتوا الوحدات في ميعادها برغم كل التحديات. كان عندنا طبعا في مشروعات من كان جاري العمل عليها وجاري تسليمها الحمد لله. ده بالفعل احنا سلمنا في فتره كورونا حوالي 7 مشروعات الحمد لله من مشروعات الشركه، وكان جاري العمل في تنفيذ مشروع نكست بوينت، لان ده بالنسبه لنا هو وبالنسبه للمنطقه هو الحدث الاكبر والاضخم في المنطقه. نكست بوينت مشروع من المشروعات الكبيره قوي يعني في المنطقه. طيب السوق العقاري ده الشغل الشاغل للكثيرين سواء طبعا كانوا من داخل السوق العقاري او من بره السوق العقاري. طبعا. توقعاتك ايه بقى بالنسبه للسوق العقاري المصري في 2021؟ والله يا فندم بصي، هو احنا في نكست هوم الموضوع مختلف عندنا شويه، احنا دايما بناخد الفاست تراك البوزيتيف الايجابي، يعني بنبص دايما على الجانب الايجابي. لو قعدنا بصينا على الجانب السلبي وعلى التحديات اللي بتقابلنا وعلى الازمات مش هنشتغل بالظبط كده. فبالتالي طول ما موجود كوادر قادره ان هي تحقق النجاح وتحقق التنميه المطلوبه فالموضوع بيبقى سهل. احنا شايفين من وجهه نظرنا في نكست هوم ان 2021 هتبقى سنه فارقه جدا في مجال الريال استيت والاستثمار العقاري في مصر، وده بسبب حاجات كتير جدا. ان الفتره اللي فاتت كان في شركات كتير جدا موجوده في السوق اوريدي، في شركات قدرت تكمل لان هي عندها القوه وعندها القدره الماليه والقدره البشريه اللي تخليها تقدر تكمل في نفس المجال ما توقفش الشغل فيه. فاحنا شايفين ان 21 هتبقى نقطه فارقه في الريال استيت او في السوق العقاري عموما في مصر. دي 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 نولج. كمان احنا عندنا بلان محترمه جدا في 2021 اوريدي بالفعل. احنا اوريدي بالفعل بدانا يعني ان احنا شبه خلاص بننتهي من تنفيذ بعض الشركات المنبثقه من نكست هوم او اللي تتبع نكست هوم. شركه مقاولات كبيره جدا الحمد لله بتتعمل، وفي شركه دي اسمها اتلانتا دي تشييد وبناء، وفي شركه اسمها كومباس. كومباس دي هتبقى شركه بروبرتي مانجمنت علشان خاطر اقدر ادير المشروعات بتاعتي اللي ببيعها. ما تخرجش جوه دايره نكست هوم بالظبط. انا عميلي بالنسبه لي هو راس مالي. يعني انا راس مالي مش الفلوس، انا راس مالي الكلاينت العميل. العميل طول ما هو عنده رضا كامل عن الخدمه اللي بقدمها له في الشركه. طبعا ما فيش حد بيقدم 100% خدمه، يعني ما فيش حد بيقدر يقدم 100%، ولكن بنحاول جاهدين ان احنا نقدم اكبر قدر ممكن من الرضا للعميل بتاعنا. فحتى انا عايز الشركه اللي بتقدم سيرفيس للعميل بتاعي تبقى من جوه نكست هوم عشان اقدر احافظ على نفس تحت اشرافي وتحت رقابتي تحت اشرافي وباسمي باسمي طبعا. عندنا خطه كويسه جدا واتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا فيها علشان خاطر نقدر ان احنا نواكب التطور اللي حاصل في مصر في المشروعات القوميه الكبيره. بنحاول ان احنا بشكل او اخر بنحاول ان احنا ندخل الاماكن دي علشان يكون لينا وصمه مع الدوله في تنفيذ الخطه وانا اعتقد ان شاء الله يعني أنا اتمنى ان يكون في فقرات تانية اكتر من كده نحن نسلط الضوء على كل مشروعات الشركه وطريقه تفكير الشركه، لان هي الى حد ما بره صندوق انك انت تجهز استراتيجيه قبل ما السنه ما تدخل وتكون مجهز استراتيجيه 1 واستراتيجيه 2 انك تكون محدد الامور دي. فاعتقد ان مش اي شركه ممكن تكون بتفكر مظبوط. هو طبعا ده بيبقى يعني حضرتك لو حسبنا الموضوع صح هنلاقي ان دي بتبقى سياسات موضوعه من الاونر او من المالك مستر عماد منصور، حد من الناس اللي ليها بصمه كبيره جدا في مجال العقارات في مصر. اعتقد اكثر من 15 سنه ريل استيت. ليه بصمه كبيره جدا في المنطقه الشرقيه في المعادي وفي التجمع صح. الخامس وفي المقطم الحمد لله. صح. مشروعات كتيره جدا نفذناها وسلمناها. صحيح. وده طبعا احنا كاشبال ان شاء الله هتكملوا المسيره وبنكمل نفس المسيره ان شاء الله باذن الله.
نهايه حلقه النهارده، دي كانت اخر صوره. السبت القادم فقرات جديده وصور جديده، الى اللقاء.